ماتشات اليوم في مختلف الدوريات، في عدد من الماتشات المهمه في الحقيقه. كان هيبتدي بالدوري المصري، مباراه وحيده النهارده في الدوري المصري ما بين مصر المقاصه والاسماعيلي الساعه 7:30، ودي مباراه مهمه جدا للفرقتين، لان الفرقتين يعني مش بيقدموا المستوى المطلوب حتى الان. الاسماعيلي منتشي بانتصار اخير واول ليه في بطوله الدوري الجوله السابقه، ومصر المقاصه برده مستوى متذبذب، فهتبقى مباراه فيها نديه وقوه كبيره جدا. نتمنى التوفيق للفرقتين. مباريات الدوري الانجليزي النهارده، نيوكاسل بيلعب في هذه اللحظات مباراه ابتدت الساعه 5 مع ليستر سيتي، ايضا مباراه مهمه. تشيلسي ومانشستر سيتي قمه الجوله رقم 17 في الدوري الانجليزي النهارده، هتكون الساعه 6:30 مساء، بعد ساعه ونص من دلوقتي. اما الدوري الاسباني ففي عدد من المباريات، اتلتيك بلباو مع اليتشي، مباراه انتهت بنتيجه 1-0 لاتلتيك بلباو. ديبورتيفو الافيز مع اتلتيكو مدريد كمان ربع ساعه، إبار مع غرناطة الساعة 7:30، ريال سوسيداد مع أوساسونا في نفس التوقيت، وهويسكا مع برشلونة الساعة 10. تبدو مباراة سهلة لبرشلونة، لكن في ظل المستوى السيء من برشلونة هذا الموسم ممكن تكون المباراة صعبة. مباريات الدوري الإيطالي، إنتر مع كروتوني، دي مباراة انتهت 6-2، نتيجة كبيرة جدا للإنتر ماشيين بشكل جيد في بطولة الدوري. أتلانتا مع ساسولو، مباراة بتتلعب دلوقتي، 2-0 تقدم أتلانتا. كالياري مع نابولي، برضو مباراة بتتلعب في هذه اللحظات، نابولي متقدم 1-0. فيورنتينا متعادل مع بلونيا، تعادل سلبي حتى الآن. وجينوا مع لاتسيو، 1-0 للاتسيو، برضو من ضمن المباريات المهمة. بارما كمان مع تورينو، 1-0 لتورينو. وروما مع سامبدوريا لسه تعادل سلبي، وسبيزيا مع هيلاس فيرونا ايضا لسه تعادل سلبي. لكن الساعه 7 في مباراه ما بين بينفينتو مع ميلان، ويوفنتوس مع اودينيزي الساعه 10 الا ربع. دي ابرز واهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات العالميه.